أجل، بسرعة، هيا. المعذرة، هل هذا هاتف؟ إنه ممنوع. إنه مشغول. يا طالبة. حسناً، لن ألمسه. كنت على وشك الفوز، ليست هذه ممتعة. لا أريد أن أذاكر. لحظة. أجل، تعال يا مقص، هيا. من أين جاءت هذه اللعبة؟ كدت أنتهي، انتهيت، لن يكشفني المعلم بعد الآن. لا أصدق هذه الفتاة. إنها مجرد لعبة بوبيت، ليست ممنوعة. سأتأكد من ذلك. لطالما أردت تجربة هذه اللعبة. إنها مريحة، لا بأس يا طالبة، سأربح هذه اللعبة. أوه، هذا الميمو رائع. لا، البطارية. حان وقت شحن هاتفي. سأوصله بالمقبس. أوه، المقبس بعيد جداً. يجب أن أمد ذراعي قليلاً. أيها المقبس، أنا قادمة إليك. سأوصل هذا الشاحن. لن يتغلب المقبس علي. لن أغادر السرير على جثتي. طالما أن قدمي لا تزالان على السرير، أنا الرابحة. اقتربت جداً، كدت أصل. لا أستطيع أن أرى. هيا، هذا يثير أعصابي. هذا يكفي، سأعيد اللقطة للوراء. سأتعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة هذه المرة. سيحل هذا الشريط اللاصق المضيء في الظلام المشكلة. سأضع قطعة من هذا الشريط حول المقبس، وقطعة فوق، وقطعة على هذا الجانب وفي الأسفل أيضاً. خذ أيها الظلام. أخيراً، لا يمكن للظلام إيقافي. الشاحن موصول الآن. إنه يوم السبت، وهذا يعني تناول المقرمشات طوال اليوم. آدم، لا يمكن أن يراني بهذا الشكل. سأكنسها لاحقاً. أفيقي، أفيقي. مرحباً عزيزي. أوه، ألا يبدو لطيفاً؟ آمل ألا يرى الفتات على يميني. وبينما تبدو الأمور هادئة الآن، فإن حركة واحدة قد تغير كل شيء. أوه لا! أوه! لابد أن ذلك كان مؤلماً. أشعر بصداع شديد الآن. آدم، هل لا يزال على الخط؟ لقد أنهى المكالمة. أكره عندما يحدث هذا. لحظة، أظن أني وجدت طريقة لحل هذه المشكلة. لمنع سقوط هاتفك على وجهك، ضع ربطة شعر على حافظة هاتف فارغة بالطول، ثم أعد الهاتف للحافظة. أصبحت الربطة مقبضاً للهاتف. أترى؟ آدم، هل هذا أنت؟ آسفة على ذلك، يا لي من خرقاء. ولن يسقط الهاتف بعد الآن. أوه، بدأت الحصة. أين الكرسي؟ هاو يا أستاذة. أوه، شكراً يا طالبة. حان وقت التصحيح. أين قلمي؟ تفضلي، يمكنك الكتابة به. أوه، حسناً، شكراً. لا فائدة من هذه الممسحة. سيسهل هذا الماء تنظيف السبورة. لا تنسوا حل واجب اليوم. هاتفها لا! أمسكته؟ إنه بخير. أوه، شكراً جزيلاً، سأستعيده الآن. لكن يا أستاذة، هاتفك زلق، قد يتكرر هذا الحادث. سأصلح هذه المشكلة لك. سأستخدم القلم ثلاثي الأبعاد على كافة زوايا حافظة الهاتف. سأملأها على هذا النحو، للكامل، من الأعلى إلى الأسفل. ولن أنسى الجوانب، فالحواف زلقة أيضاً. وانتهيت،
الحافة مغطاة بالكامل، حافظة هاتف جديد مقاومة للانزلاق. يا إلهي، شكرا جزيلا. أوه، المعذرة، وردتني مكالمة. أوه، هذه الشاشة عملاقة. لكني متحمسة لاستخدامها. حسناً، هناك بعض الأسلاك، أعني الكثير منها. لماذا عددها كبير؟ سأوصل هذا السلك في الخلف، وهذا السلك هنا، وهذه هنا. أوف، كانت مهمة شاقة، لكن الأسلاك في كل مكان. صنعت هذه الخواتم الرائعة. يا للهول، إنها عالقة وسط الأسلاك. لديك أسلاك كثيرة. أظن أن القلم ثلاثي الأبعاد سيحل هذه الفوضى. انظري، سأضع السلك هنا وأستخدم القلم. ترين؟ السلك ثابت في مكانه الآن. انتهيت، الأسلاك مرتبة وبألوان جميلة. هل يمكنني توصيل الأسلاك الآن؟ يا إلهي، شكرا جزيلا. منظرها جميل أيضاً. أوه، كان يوماً شاقاً، كما أنا متشوقة للنوم. أشعر ببعض الانزعاج، سأجرب النوم على هذا الجانب. أوف، الضوء ساطع، أريد أن أنام فقط. هذا أفضل. لماذا ليست الوسادة مريحة؟ هذا السخيف، لماذا كل شيء ضدي؟ سأخرج ساقاً واحدة حتى أبرد قليلاً. لكن ماذا عن الوحش تحت السرير؟ من الأفضل أن ألقي ساقي داخل اللحاف. يبدو أني لن أنام الليلة. أشعر بالبرد الآن. ربما هذه الوضعية أو هذا. أكره سريري. هذه ليلة سيئة. ما الأمر؟ لماذا تصرخين؟ أو بيضة؟ لقد ألهمتني بفكرة. سأحضر حافظة هاتف ومسدس غراء. سأرسم دائرة من الغراء في المنتصف. سألونها الآن بطلاء أظافر أبيض. ممتاز، سأنتظر حتى يجف. للخطوة التالية سأحتاج بالونا أصفر. سأقص جزءه العلوي، ثم سأضع كرة سلايم بداخله بهذا الشكل. سأضعه على الحافظة الآن. إنه إسفنجي. انتهيت، يبدو مثل بيضة على الحافظة. أوه، كم هذا مريح. واو، أشعر بالنعاس الآن. البيض، هل هناك شيء لا يمكنه فعله؟ مرحبا، كيف الحال؟ انظري ماذا لدي. مستحيل، متى اشتريته؟ بالأمس. لونه بنفسجي. واو، أشعر بالغيرة. أتمنى لو كان هاتفي جديدا. لكن لحظة، لا أحتاج هاتفا جديدا، لدي حافظة هاتف جميلة. حوافظ في الواقع، لدي الكثير منها. حسنا، هذا جيد. أظن أن لدي المزيد منها. هذا اللون الجديد رائع. انظري إلى حوافظي الملونة، إنها رائعة، لكنها ليست أروع من هاتفي البنفسجي. ماذا؟ لم تتركي لي خياراً آخر. ما الذي تتحدثين عنه؟ انظري، كل حوافظي.
واو، هناك الكثير منها. أترين؟ حوافظي جميلة. واو، إنها مبهرة. لم أعد أرى هاتفي الجديد جميلاً. أوه، خطرت لي فكرة عبقرية. سأخذ الشفاطة وأغلق أحد طرفيها بمكواة الشعر. هكذا. ثم تأتي الخطوة التالية. سأستخدم محكمة صغيرة لملئها بسائل ملون. ممتاز. هكذا مع ترك مساحة فارغة. سأغلق هذا الطرف الآن. سأحضر حافظة هاتف شفافة وأغطيها بصمغ. جيد، سألصقك عليها الآن. صنعت شفاطة بألوان مختلفة ووضعتها على الحافظة. تبدو رائعة. انظري إلى حافظتي الجديدة، فيها فقاعات متحركة. واو، لم يسبق لي رؤية حافظة هاتف مثلها. سأغادر الصف مع حافظتي الملونة. يا إلهي، يا لها من محظوظة. بالنسبة للبعض، القيام بعدة مهام في نفس الوقت أمر شبه مستحيل، خاصة عند استخدام السكاكين الحادة. هكذا. لا. ألو؟ جيد، لا تزالين على الخط. هذه الأرضية تحتاج لفرك جيد. بحذر، ستحتاج إلى إصبع للرد أو أنفك. لا، لا تقع في الماء. أمسكتك، كان ذلك وشيكا. هل هناك أي يد إضافية هنا؟ وجدتها. يمكن لربطة الشعر تثبيت هاتفي. ما عليك سوى وضعها على رأسك. أوه، شكلها ظريف. اتصل بالرقم الذي تريده. وضع الهاتف في الرابطة. قد يبدو شكلك مضحكاً، لكن يا سلام، من الرائع ألا تحتاج لإمساك الهاتف بيديك. يا لك من ذكي يا كيفن. لا شيء يضاهي حفلة البيجامات. ما مشكلة التلفاز؟ ماذا؟ هل انفصل من المقبس أم ماذا؟ سأتحقق منه؟ لا أعرف، لابد أنه تعطل. لا يوجد لديك تلفاز آخر، صحيح؟ لحظة، ربما يمكننا الاستغناء عن التلفاز. هل أثرت اهتمامك؟ حان الوقت للتفكير خارج الصندوق. لكن يجب أن أفرغ هذا الصندوق أولاً. وجدتها. انظري كيف تبدو أسناني كبيرة. حسناً، لنبدأ العمل. على جانب واحد أرسم فتحة باستخدام العدسة المكبرة، ثم اقطعها بحرص باستخدام مشرط. هذا مكان العدسة، سيثبتها الغراء الساخن في مكانها. أعد الصندوق إلى وضعيته، ثم اتني مشبك ورق حتى يبدو بهذا الشكل. يمكن لمشبكين حمل هاتفك. ضع الغطاء وانتهيت. أصبح لديك جهاز عرض فيديو حقيقي. هذا المشهد مليء بالتشويق. هذا هو أفضل جزء. وعادت حفلة البيجامات يا عالم. لنرى ما الذي بقي علي فعله. انتهيت من التزيين. سأتذوق الطعام. انتهيت من إعداد الوجبات الخفيفة. لكن ماذا عن الموسيقى؟ هل هذا الشيء مشغل؟ لا يصدر منه أي صوت. لا يمكنني إقامة حفلة بدون موسيقى. هيا اعمل أرجوك. ألغيت الحفلة يا ناس. بعد كل عملي الشاق، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إنه أمر محزن للغاية. بلى، هل يمكن لهذا الشيء أن يساعدني في تضخيم الصوت؟ يمكن لهذا الكوب مساعدتي أيضاً. اصنع مكبر صوتاً باستخدام لفة مناديل ورقية. أحضر الشريط اللاصق وغطي الكرتون بالكامل، ثم اقطع شكل مستطيل من المنتصف. ثم خذ كوباً ورقياً واقطع دائرة منه هكذا. الآن اجمع القطع معاً.
يجب أن تبدو بهذا الشكل. وفي النهاية أدخل الهاتف واضغط زر التشغيل. حسناً، هذا هو أملي الأخير. ستستمتع بالا بالرقص هذه الليلة. احتفظي بهذه الرقصات للحفلة. تغير الطلاب كثيراً بعد ظهور الهواتف الذكية، والأساتذة هم الضحايا. أجل، حان وقت مصادرة الهواتف. يجب أن أخفي هاتفي. هل تدرسان أنتما الاثنتان؟ أوف، أنا على وشك الفوز. أكره هذه المدرسة. كما لو أني أريد القراءة عن التمثيل الضوئي. إن أردت استخدام هاتفك فيجب عليك إخفاؤه بطريقة ماكرة. الحل أمامي مباشرة. ضع هاتفك بالمقلوب واستخدم الغراء الساخن لعمل خط ممتد للأسفل، ثم ألصق قلم تلوين خشبي. ممتاز، كرر العملية مع عدة أقلام تلوين. تبدو رائعة، صحيح؟ عندما ألتقط صوراً بهاتف الآن لن يشك بي الأستاذ. إنها أقلام تلوين فحسب. يا له من مغفل، هذه حيلة عبقرية جداً. مسدس الغراء الجديد هذا رائع. ستبدو النتيجة مذهلة. لقد وصل هاتفي الآيفون الجديد. هذه أسعد لحظة في حياتي. انظروا إلى هذا الصغير، شاشته ملساء كالحرير. أنا أمك الجديدة. أنا سعيد لك يا صوفيا. سأضعه على الطاولة لثانية. أوه، هذه طاولة متسخة، لن يلامس هاتفي هذه الفوضى. المعذرة. لحظة، أظن أن لدي حل. الهاتف؟ لا تقلقي، ثقي بي. لف هاتفك بغلاف بلاستيكي. يجب أن يكون وجهه للأسفل. اتركه وأحضر مسدس الغراء، ثم أعصر الغراء على الأطراف. يفضل عمل خط سميك من الغراء. اصنع الآن خطوطاً متعرجة. ممتاز، حدد حول الكاميرا، ثم ابدأ بعمل خطوط عمودية. مظهره جيد. جف الغراء وأزلنا الغلاف. حافظة هاتف مصممة خصيصاً لك. إنها رائعة. شكراً يا كيفن. أوه، تبدو مقابض الهاتف هذه رائعة. هذا المقبض جميلاً جداً. هل يمكنني شراء مقبض هاتف؟ لقد ادخرت بعض النقود. لن يكفي دولاران لشرائه. هذا محزن. نقود غبية. أوف، وكسرت مقبض درجي. رائع، يبدو مثل مقبض الهاتف لحد كبير. ضع حافظة هاتفك بالمقلوب، ثم ضع قطعة غراء في المنتصف وألصق المقبض عليها. دع الغراء يجف. يجب أن أوثق هذه اللحظة المبتكرة. من السهل حمل الهاتف الآن. فكرة عبقرية. انتهت الحصة، يمكنكم استعادة هواتفكم. حان وقت تصفح الهاتف. يجب أن أخذ هاتفي، لكن كيف سأعثر عليه؟ كيف عرفت أنه هاتفك؟ أمي تتصل. ألو؟ المكالمة لك. ألو؟ المكالمة لك يا كايلي. ألو؟ مرحبا أمي. حسنا، جميع الهواتف تبدو متشابهة. هل هاتفي هنا؟ هو بقي هاتفان. هذه الصورة بشعة، لكن هذه الصورة أسوأ. أظن أن المشكلة قد حلت. لا أريد أن أواجه نفس المشكلة في المستقبل. قص إسفنجة إلى قطع بهذا الشكل. أزل الحافظة من هاتفك
ودهنها بطلاء أظافر بلونك المفضل. ضع قطرات عشوائية بهذه الطريقة، ثم أضف طلاء أظافر لماع. خذ الإسفنجة وربط على الألوان. هل ترى كيف تمتزج الألوان؟ كرر العملية عدة مرات. بهذه الطريقة ستحصل على قوام مميز. أحضر عود أسنان واستخدمه لرش طلاء أظافر أبيض. هل يبدو رائعاً؟ ربط عليه مرة أخرى، وأخيراً وليس آخراً ضع طلاء أظافر شفاف. اسكبه بهذه الطريقة وبعد ذلك وزعه على الحافظة، ثم انتظر حتى يجف. أصبح التقاط صور السيلفي أكثر متعة الآن. ومهلاً، هل تمزحون معي؟ يبدو أنك بدأت سرعة جديدة يا أوليفيا. أنا ظننت أني سأكون فريدة. حدثني عن توفير الوقت. أوه، كيف الحال؟ فعلاً؟ حسناً، أراك لاحقاً. أوه، لقد انزلق الهاتف. أين ذهب؟ هل من فرصة لأن يكون بخير؟ لنعد بضع خطوات للوراء قبل وقوع هذا الكابوس. هل أنت متأكدة من أنك تريدين الإمساك بالهاتف الآن؟ ربما هناك طريقة أفضل للقيام بذلك، مثل ربطه بمقود قابل للسحب. بهذه الطريقة عندما تنتهين من الهاتف لن تسقطيه في الماء. كأنهما مقارنة حية لما قبل وبعد. حسناً، حان دورك يا براين. هل تأكل شوكولاتة هنا؟ الأكل والشرب ممنوعان هنا. ستشكرك أسنانك لاحقاً. كانت الشوكولاتة ستخفف توتري من زيارة طبيب الأسنان. نعم، وصلت إلى مكتب الطبيب الآن. هل معك أي أكل؟ الإجابة لا. أنت محظوظ يا صاحبي. ماذا؟ يا لها من فكرة عبقرية. شكرا جزيلا. أعرف الآن سبب تواجدك هنا. أنا أقدم لك معروفا، صدقني. تجنب الحلويات لأسبوع يا براين. كيفن، إنه دورك. بقينا لوحدنا أيتها الشوكولاتة. غيرت رأيي. كيف سأحفظ كل هذه المعلومات؟ الاختبار بعد الساعتين. كم أحب غذاء العقل. ربما يجر بك وضع مفرش مائدة. ها؟ أوه لا، إنه هاتف لانا. ستقتلني إن رأت هذه الفوضى. ها هي قادمة. هل رأيت هاتف يا آدم؟ ماذا؟ لماذا لا تنتبه أثناء الأكل؟ انظر إلى هذه الفوضى، مقززة. أشعر بالذنب يا لانا. أوه، لم أكن أتوقع ذلك. سأعود حالاً. حسناً، هل تعلم أن الشعيرية يمكن أن تتحول لفن؟ بدلاً من استخدام شعيرية رطبة ولزجة، اصنع شعيرية بنفسك. أعصر صلصال الحلوى في سرنجة. لا يبدو مثل شعيرية، صحيح؟ انتظر لترى. أحضر غطاء هاتف بلاستيكي شفاف وأعصر الصلصال على هذا النمط. يبدو مثل شعيرية، أليس كذلك؟ كلما عصرت أكثر، كلما بدا حقيقياً. ألصق بعض الإضافات مثل بيض صغير. أوه، انظر إلى قطعة اللحم الصغيرة. مرحباً، أسف على تفويت مكالمتك. واو، ما هذا؟ هل هذه الشعيرية التي سكبتها؟ تناول شعيريتك يا آدم. من كان يعلم أني ممتازة في الرسم؟ واو، ذلك المتزلج سقط بقوة. المعذرة يا أستاذة، سأضعها بعيداً.
يبدو أنك ستضطر لحفظ بقية الفيديو حتى انتهاء اليوم الدراسي. إلا لو لدي فكرة ممتازة يا آمي. هل تمانعين القيام بخدعة مشاهدة الهاتف التي تدربنا عليها؟ في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مشاهدة فيديو في الصف، قم بمجرد وضع غطاء الهاتف أسفل قميص صديقك هكذا. الآن ألصق هاتفك في الغطاء بينما لا يزال القميص بينهما. ما الذي يحصل؟ هل أنت جاد يا كيفن؟ لا تنسى أن صديقك لا يزال متعلقاً بالهاتف. من الأفضل أن تتأكد من كتم الصوت حتى لا تكشف نفسك. كيفن، ما الذي تفعله؟ من الأفضل أن أذهب وأرى ما يحدث. بسرعة أخفي الدليل. أو مرحباً آنسة أبلبي، ما الذي أحضرك إلى هذا الجانب من الصف؟ أوف، كان موقفنا سيصبح سيئاً. حسناً يا آمي، نحن في. هل يراني أحد؟ لا، عظيم. ممتاز، التقطت الصورة للهاتف. اذهبي من هنا أيتها الحافظة القديمة. طبعت الصورة التي أخذتها، سأقصها الآن، وبالطبع الخطوة التالية لصقها. أريد تغطية الجزء الخلفي للصورة بأكمله. تماما هكذا، سأضعها الآن قبل أن يجف الغراء. يجب أن تكون مطابقة للهاتف تماما. رائع، نجحت. والآن يبدو جانبا الهاتف كأنهما جزء لمبي منه. مرحبا. واو، انظر لهاتفك. أعلم أنه رائع، صحيح؟ مذهل للغاية، أشعر بالغيرة. ماذا لديك هنا يا ماثيو؟ تعلم القوانين، أعطني إياه. هاي، ما هذا؟ إنها مجرد ورقة ملصقة عليه. أيها الأولاد، أنتم غريبون. أجل، أنت تعرفنا جيدا. لا أصدق أنك تسببت بكل هذه المتاعب. مرحبا يا شباب، هل تغارون من حافظة هاتف الجديدة والعصرية؟ إنها رائعة، أعلم ذلك. أجل، أعلم كيف أجعل لنا تشعر بالعار من حافظة هاتفها. سنبدأ بحافظة هاتف شفافة، ثم سنلونها بطبقة من الطلاء الأبيض. لا حاجة لأن تكون سميكة، مجرد طبقة أساسية. وعندما يجف الطلاء سننتقل لاستخدام طلاء الأظافر الحراري. سنحتاج لقطرات صغيرة منه بهذه الطريقة. والآن سنستخدم الفرشاة لتوزيع النقاط. مرر الفرشاة على شكل ضربات، وستبدو في النهاية هكذا. ولكن تبقى طبقة شفافة أخرى. رائع جدا. وعندما يجف الطلاء اضغط عليه. أترون الألوان المتغيرة؟ حسناً، سألتقي بك بعد انتهاء المحاضرة. أوه، من أين حصلت على حافظة الهاتف هذه؟ هل تقرأ درجات الحرارة أو شيئاً كهذا؟ إنها الأروع بلا منازع. مرحباً جدتي، لم أتحقق من إنستغرام منذ ساعات. لا، أعتقد أن علي شحنة. أظن بأن السلك هنا. واو، ما الوحش الذي مضغ هذا الشيء؟ هل يعني هذا أني لن أستخدم هاتفي؟ يبدو هذا سيئاً، صحيح؟ يا إلهي، بالله عليكم، ما الذي يحدث؟ إلي، لم أسمعك عندما أتيت إلى المنزل. ما المشكلة؟ هل تبكين بسبب هذا السلك؟ حسناً عليك يا عزيزتي، التقطيه عن الأرض. هل كل هذه الضجة بسبب هذا الشيء الصغير؟ ربما بإمكان جدتك حل هذه المشكلة. بالتأكيد، سأصلح السلك بنفسي. لهذه الحيلة سنحتاج إلى رقع التمزق. أترون هذه المصاصة؟ ابدأ بقصها. والآن سنغلف بها السلك الممزق. يجب أن تثبت بإحكام. ممتاز. وللتأكد من بقائها ثابتة، سنسلط عليها مجفف الشعر لبضع دقائق. ومن ثم نستخدم الخيط ونربط عقدة فوق السلك، ونستمر بعمل ذلك حتى يأخذ تصميماً معيناً. وبعدها نفعل الشيء ذاته بلون آخر. أترون كيف يتداخلان معاً؟ وسنحصل في النهاية على تصميم جميل. لا تنسوا ربطه من الأسفل. رائع. الآن نقص الزائد منه.
وها هو دا سلك شاحن جديد وعصري. حان الوقت أخيرا لشحن هذا الشيء. أو لا، هل سيعمل؟ إنه يعمل، يا حلاوة. شكرا جدتي. أحلاما سعيدة يا عزيزتي. دعيني أغطيك. وإليك خيوط الغسل لاستخدامها عندما تستيقظين.